جللتني من أنوار الإيمان حنانا، وضربت علي بلطائف برك من العز كلانا، وقلدتني قلائد لا تخل، وتوقتني أتواقا لا تفل، فألاك جمة ضعف لساني عن إحصائها، ونعماك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها، فكيف لي بتحصيل شكرك، وكلما قلت لك الحمد وجب علي أن أقول لك الحمد. يا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة دائمة بدوام ملك الله العلي العظيم. أعزائي المشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم واستضافة حضراتكم في هذا البرنامج الوجداني الرمضاني في هذا الشهر العظيم المبارك، أهله الله علينا وعليكم باليمن والأمان والمغفرة وواسع الرضوان. مرحبا بكم في برنامجكم مناجات. مناجات برنامج نحاول من خلاله أن نحيي في القلوب ألسنة للضراعة، ونبعث في الوجدان طربا وشوقا لحضرات القرب من الله في حالات الأنس والرجاء والطلب والدعاء. قف بالخضوع ونادي ربك ياهو، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه، واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائليه يداه، واقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو. نبدأ أعزائي الكرام بشرح معنى المناجاة لغة قبل أن نفهم معناها عند لغة القوم.
أهل الله، أهل المناجات. عند علماء اللغة في لسان العرب نائجات الحمائم صوائجها وصوائحها، والنئيج هو الصوت، وناج البوم ينأج أي بمعنى صاح، وكذلك الإنسان وهو أحزن ما يكون من الدعاء. ونقول رجل نأج إذا تضرع في الدعاء. وفي القاموس النجو هو السر بين الاثنين، يقال نجوته نجوا أي صاررته، وكذلك ناجيته. وفي كتاب الله وإذ هم نجوى، فجعلهم هم النجوى، والنجوى فعلهم. والنجي على فعيل أي الذي تصافيه، وقد يكون جماعة لقول الله تعالى خلصوا نجيا. وفي الحديث اللهم بمحمد نبيك وبموسى نجيك. ونقول وقد تناجيا مناجاة وانتجاء، ونقول أيضا انتجاه بمعنى اختصه بمناجاة. قال الله تعالى وقربناه نجيا أي قربناه مناجيا لنا نكلمه بلا واسطة. وقيل نجيا من النجو وهو العلو والارتفاع، أي رفعناه من سماء إلى سماء حتى يسمع صريف القلم يكتب في الألواح. وعند الراغب الإصفهاني المناجاة من ناجى يناجي، وناجاه بمعنى كلمه سرة وخفية، وأصله أن تخلو بمن تناجيه بسر معين في مكان مرتفع منفصل عما حوله. وقيل أصله من النجاة وهو أن يعاون المناجى المناجي على ما فيه خلاصه. والمناجاة هي مخاطبة الله تعالى والتحدث إليه ليجيب دعاءك ويقضي حاجتك بخضوع وتضرع. ولذا قال بعض أهل العلم المناجاة حديث العبد لربه سرا بالتضرع والخضوع والتذلل. ولذلك ورد في الحديث النبوي الشريف أدع ربك بأنأج ما تقدر عليه، أي بأبلغ ما يكون من الدعاء وأضرعه. تقوى باستحضار العبد لمعية ربه وقربه منه وإحاطة جلاله سبحانه بكل نأمة ونسمة.
قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عن نفسه أنه هو السميع البصير. وعلم العبد بأن الله سبحانه قريب منه يقوي باعثه، أي يقوي باعث العبد في أن يكون الله سبحانه سامع شكواه ومنتهى نجواه. قال الغزالي في شرح معنى اسمه السميع: هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع، وإن خفي فيسمع السر والنجوى، بل ما هو أدق من ذلك وأخفى، ويدرك ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يسمع حمد الحامدين فيجازيهم، ودعاء الداعين فيستجيب لهم، ويسمع بغير أصمخة أذن كما يفعل بغير جارحة، ويتكلم بغير لسان، وسمعه منزه عن أن يتطرق إليه الحدثان. What is
ثم من يعطي إذا ما منعك وإذا ضرك لنا في عبيد دونه والدنولا إذا نفعك لا 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 تؤمل من سواه أملا إنما يسقيك من قد زرعك إنما أنت له عبد فكون جاعلا في القرب منه ولعك لا أعزائي المشاهدين الأفاضل، بشارة المحبوب فقرة اخترنا لكم فيها حديثين عطرين من الرحمة المحمدية الناقلة عن الرحمة الإلهية الواسعة، حديث عن محبة الله وحديث عن مغفرة الله، حديث يصف محاب الله في الأعمال وحديث يصف سعة الله ومغفرته في الأقوال والنيات والأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله عز وجل من أطعم مسكينا من جوع أو دفع عنه مغرما أو كشف عنه كربا. وحديث في المغفرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل أماط عن طريق المسلمين غصنا من شوك ما تقدم من ذنبه. والحمد لله رب العالمين. Woo!
تفضلت فعم إفضالك، وأنعمت فتم نوالك، وسترت فتواصل غفرانك، وغفرت فتكامل إحسانك، جل جلالك فتعالى، وانهل نوالك فتوالى، تعاليت في دنوك وتقربت في علوك، فلا يدركك وهم ولا يحيطك بك فهم، أنت الأول والآخر، الباطن الظاهر، تنزهت في أبد بديتك عن بداية، وتعظمت في أحديتك عن نهاية، أنت الواحد لا من عدد، لك خضع من ركع وذل من سجد، وبك اهتدى من طلب، وبك وصل من وجد، يا